الشاهد، انا عايزاكي مثقفه واعيه شغاله على الثمان محاور. ايه المفروض الثمان محاور العقليه والبدنيه والصحيه؟ بغشش منهم هم. تفتكري ايه هم الثمان محاور اللي المفروض ان انا اخلي بالي منهم؟ مين تقولي؟ جميل. ثقافه. الصحي. الروحي. البدني. النفسي. التربوي والعاطفي. نفسي وتربوي وعاطفي، هذا محور واحد. الله يفتح عليك. اعمل ايه في الاجتماع؟ ان انا اسمع اللي قدامي، يعني يبقى عندي مهاره الاستماع رقم واحد. طريقه الكلام، الفهم الطيبة، حسن التواصل مع الناس. الله يفتح عليكي، سقفه كبيره هنا. عندي حسن تواصل وكظم الغيظ، هي بعض الصبر كظم الغيظ، لانه نحن حنشوف اذى كثير كبير من ناس بنحبها ومن ناس ما بنحبها. صحيح. ممكن لما نعمل نحن هيك بالعكس رح نكسب الله طرفنا، ما رح نخسرهم. طيب اسمك ايه؟ الله يعينك. اسمك ايه؟ حنان من سوريا. حنان. حنان قالت حاجة تحفة جدا، خليني أشرح الجزئية دي. قالت موضوع التواصل، أعمل مهارة اجتماعية اللي أختكم قالت عليها عن طريق التواصل وفن الاستماع، وإن أنا يبقى عندي كلمة طيبة وبعدين أصبر على الأذى. فن الكلام ليكي كأنثى مهارة أساسية حقيقية لا غنى عنك بيها. تاني، فن الكلام وفن التواصل وحسن التواصل ليا كأنثى مهارة لا يمكن تستغني عنها. هتحتاجيها مع صحباتك، هتحتاجيها في البيت مع مامتك وباباكي لما تحبي بس مش بس تتكلمي وتطلبي، هتحتاجيها مع اخواتك اللي فتحوا الدولاب وخدوا حاجتك، هتحتاجيها في الشغل وفي العمل، هتحتاجيها في محيط الدعوه، هتحتاجيها في المسجد، في البيت، في الشغل، في كل مكان. اتكلم ازاي؟ احنا للاسف ما عندناش مهاره التعبير عن نفسنا. تيجي موقف وبعدين تقولي كلام ياه، بعد ما يخلص الموقف يا ريتني كنت قلت كذا، يا ريتني كنت عدت الكلام وقلت كذا وكذا وكذا، ومخك بقى يقعد يأنبك بقى، صح؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ما بنعرفش نعبر عن نفسنا صح. اللي جواكي ما انتش عارفه تطلعيه زي ما هو، تبقي حباها جدا وغيرانه عليها جدا ونفسك في مصلحتها، بس قلتي كلمه دبش فهي زعلت. بيحصل ولا لا؟ مهاره التواصل ومهاره الاستماع ومهاره فن الكلام، مش فن الكلام، حلو الكلام، دي الانثى. ان يطلع منك الكلمه زي الراجل اللي راح شاف رؤيه ان اسنانه كلهم وقعت، فراح لمعبر للرؤى قال له اهلك كلهم هيموتوا، وده فعلا تعبير الرؤيه. فراح لابن سليم مخضوض جدا وقال له رحت وراجل قال لي كذا كذا واهلي هيموتوا. قال له ابشر، انت اطول اهل بيتك عمرا. هي زي مثلا اسمك ايه؟ رهف بتحب التفاح، فانا قمت جايه جايبه لها 10 كيلو تفاح. اسمك ايه؟ ايمان. ايمان جابت لها 3 تفاحات بس، وقامت جايه عاملاهم بسلوفان وحطاهم في سله حمراء كده وحاطه لها كارت، وانا جبت لها 10 كيلو كده في الحجر وقمت جايه خدي، والثانيه مديها لها في سله. انه الاحب اليها؟ لما اجي اتكلم كلمه لبنت او اي محيط لازم ابقى اشوف فن الكلمه ايه.